يا صباح الخير على كل السادة المشاهدين اللي بيشوفونا، ويوم جديد ومصر بخير ان شاء الله. النهارده يوم 16/1، عندنا فقرات كتيرة جدا واحداث متلاحقة، بس اسمحوا لي في البداية قبل ما نتكلم انا وزمايلي على اللي بيحصل في مصر، اسمحوا لي اصبح على مي وفادي. صباح الفل. صباح الخير يا دينا. صباح صباح الخير. الخير صباح الخير فادي. يا دينا. صباح الخير صباح الخير على كل اللي بيتابعونا. وزي ما دينا قالت، اسبوع مليان بالاحداث السياسيه والاحداث الاقتصاديه، واهمها طبعا محاوله اقتراض مصر من بنك النقد الدولي تحت ظروف وضغوط صعبه جدا. النهارده هنحاول نتكلم في مواضيع كتيره جدا في خلال حلقتنا، بس صباح عليك. صباح الفل. صباح الخير. صباح الخير يا مي. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا وصباح فادي. الخير على كل مشاهدينا. حلقة الاثنين 16/1/2012، ويمكن أهم ما يميز الأيام دي إن احنا داخلين على 25 يناير، فاضل 9 أيام، وأعتقد إنه يعني البشاير مش لطيفة، لأنه يمكن من أهم الأخبار على الساحة النهاردة إنه إضراب عمال سائقين النقل وقطعهم الأوتوستراد تاني يوم على التوالي، وده موقف الحركة في مدينة نصر وكل المحاور المرتبطة بيها. الحاجة الثانية انه في ازمة شديدة في البنزين، وطبعا بما انه النظام لم يسقط فالنظام لسه بينكر، لكن النظام ما بيتحرك تحت الضغط. ف ده المتوقع انه الناس يعني، لا هي الفكرة في حاجة، انه لو استمرت ازمة البنزين مع الانكار، طيب ما هو هتكبر المشكله ومحدش عارف عواقبها ايه. ايوه بس انا، عايزين بس نحل انا ده. معترضه على حاجه واحده بس، مش معترضه قوي، بس فكره انا مش عايزه اربط ده ب 25 يناير، ده حاجه وده حاجه تانية خالص. يعني بشاير مش مبشره، بشاير مبشره، دي حاجه ودي حاجه تانية. الازمات دي كلها موجوده، بالظبط الازمات دي موجوده في الاخر بالظبط، وليس لها موجوده. سبب اللي هيحصل. هي الفكره يعني نفسها ان الصوت يوصل وبسرعه بسرعه. يعني احنا دايما بنقول ان احنا لازم يكون عندنا مؤسسه لحل الازمات او لاداره الازمات. الازمات دي موجوده ولازم يكون ليها حلول وحلول سريعه. هي المشكله بس يا دينا، هي دي الفكره. انا في نقطتين عايز اضيفهم، انه في تم اقتحام منشات مفاعل الضبعه، وده مش عايزين خبر نضخم بس الموضوع، مش ان دي بنضخم. منشات قد ايه انا بقول لك دي برضه احداث متفرقه، هي كل النقطه بالظبط. اللي انا بحاول اوصل لها، انه المشاكل دلوقتي بتعالج تحت الضغط، فليه ما نحلش طيب المشاكل قبل ما الضغط يزيد؟ خلينا نتكلم على فقراتنا النهارده بس سريعا عشان قربنا هنختم. عندنا فقره مهمه جدا عن مشروع قومي لتطوير الصناعات الحرفيه في مصر. الصناعات الحرفيه اللي استمرت لالاف السنين في مصر فجاه، ويعني من حوالي 50 60 سنه اندثرت تماما. الصناعات الحرفيه المفروض بيقوم عليها اقتصاد دول بالكامل. النهارده هتكون معانا فقره مع الدكتور صادق رضوان ومشروع قومي لتطوير الصناعات الحرفيه. سريعا تقول فقرات انا. طيب هيكون معانا فقره عن عشان بس ما نزعلش حد فقره عن منشطات الصحافه طبعا اليوميه، تكون مع الكاتب الصحفي استاذ محمد زكي نائب رئيس تحرير جريده الوفد، نتكلم معاه في اهم المنشطات والاخبار اللي اتكلمنا عن بعضها دلوقتي. وكمان عندنا فقره مع مجموعه عمل عملوا فيلم اسمه 41 يوم، هنتكلم معاهم عن موضوع الفيلم، وفيلم متميز جدا، وهنشوف اجزاء كمان من الفيلم. وسريعا كمان معانا فقره مهمه جدا هيكون فيها دكتور ابراهيم كريم، مؤسس علم الاشكال الهندسيه الحيويه، وهيكلمنا عن الطاقه، الطاقه اللي بنسمع عليها كتير قوي في الايام الانرجي، وساعات بنسمع ان في احجار معينه وسلبيه تأثير الاشكال، انه الهرم ليه تاثير على اي حاجه بتتحط جواه، يا ريت تسالوه في الحاجات دي. ولو دايما يقول لك والله ده في المكان ده فيه طاقه ايجابيه، المكان ده فيه طاقه سلبيه، او النهارده طاقه سلبيه، فهنفهم كل الكلام ده النهارده. فتابعونا وتعالوا نبتدي على طول، ويوم جديد نهارك سعيد ومنشطات الصحافه.